يا صحبة الخير، يا نخبة الإيمان، لله أسلمت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامج نجوم من الصحابة الذي سيعرض إن شاء الله في رمضان، وفكرته أننا سنتكلم في كل يوم عن صحابي جليل، نذكر بعض فضائله وشمائله والقصص التي رويت عنه. وما عليكم إلا أن تعرفوا هذا الصحابي، وما عليكم إلا أن ترسلوا الإجابة الصحيحة على قناة نور شو على اليوتيوب حصرا، ثم بعد ذلك سنجري قرعة ونختار من هو الفائز لهذه الحلقة، وستكون هناك جوائز قيمة لكل فائز في كل يوم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.